بس حبيت اسمع كل اللي بيشاهدوا دلوقتي الكلمتين دولت. انا كنت بره الزمالك، ما بشتغلش في الزمالك خالص، وكان في قناه خاصه وعايزين يوقعوني في نادي الزمالك. فقلت مستحيل لهم الزمالك ده اعظم نادي في الكون مستحيل. بالنسبه لي، لدرجه ان الزمالك ده في قلبي، مش هتقدر. الزمالك ده انا زملكاوي وانا بحب الزمالك، الزمالك طبعا خدني وانا طبعا بعكازات، طبعا خلاني كابتن مصر في طبعا كاس العالم. طبعا ما فيش فانت كلام. بره انت جوه انت زملكاوي، فعشان كده بقول لك مش متزملكين، حتى كلمه متزملكين دي كبيره عليهم، هم اصلا نفسيين ليهم، يعني حب نفسي بس، ما لهمش دعوه ولا بالزمالك، لان بيوقع الزمالك. تخيل مثلا انا ما وافقتش في الانتخابات، تاني يوم ارفع قضيه، لا هو تاني يوم ارفع قضيه، انا ما وافقتش، الجمعيه مش عايزاني، الجمعيه مش الجمعيه العموميه مش عايزاني، اروح ارفع قضيه علشان ارجع بالقضاء ازاي؟ انت لازم ده. لازم في حاجه مهمه جدا يا كابتن جمال، مهمه جدا. انت يوم ما تشعر ان في ناس بتحاربك من بره النادي وبتحاربك بقوه وزملكاويه، تعرف ان انت ماشي كويس وتعرف ان انت ناجح. ما هو ده طبيعي، عداء النجاح. الناس دي مش هتبطل طول ما انت ماشي. انت لا تلتفت، الزمالك بريء منهم، الزمالك ودول ناس مش اسوياء. ولكن برضو انا ممكن، انا بره، انا عصام مرعي، وعايز انا وفي مجلس الاداره موجود وماشي وبشكل كويس، انا عايز برضو اخوض الانتخابات، وعايز اوقع الناس عشان عايز اخوض الانتخابات، عشان عايز انا اللي ابقى على الكرسي وانا اللي ابقى رئيس النادي وهكذا. في ناس عندها اهداف وفي ناس عندها اطماع انها تبقى موجوده، فلازم احاربك. طب احاربك بشتى الطرق. ليه؟ احاربك بشتى الطرق، لان انا عايز ايوه انا عايز ابقى موجود مكانك. انا عايزك تفشل عشان انا اجي مكانك واقول ان انا اللي ناجح، لكن هم اللي فشلوا. فدي نقطة مهمة. طب ما هم ما بيجي بيفشلوا يا عصام. ما دي حاجة تانية. انا سمعتها من احد اللجان اللي جت، هو المستشار كان بيدير النادي ازاي؟ سمعتها والله من حد من الناس الموجودين في اللجان، هو كانوا بيدير النادي ازاي؟ الناس لما دخلت وشافت على الطبيعة وشافت قد ايه الامور صعبة في منتهى الصعوبة، فيقعدوا هم يندهشوا ويقعدوا يسألوا نفسهم ده بينهم وبين بعض في الغرف المغلقة، ازاي المستشار بيدير والدنيا صعبه كده، هو الواحد لوحده وبيعدي وبيمشي وبياخد بطولات والدنيا بتمشي بشكل فعلا مبهر. والدليل على كده ان ولا واحد من اللجنتين اللي جم او تلات لجان اللي جم، ولا واحد رشح نفسه. تخيل، ما اشوف، تخيل، انا عارفوا قد ايه المهمه صعبه جدا. جدا. انا بتكلم ان انت بتخاطب الزمالك، على فكره اول ما نتكلم على الجماهيريه والشعبيه اللي بالملايين، بدل ما بنتكلم على ما بنقولش على الوطن العربي، بنتكلم على العالم كله دلوقتي. احنا عشنا يا كابتن جمال وشفنا قد ايه لما لفينا مصر كلها بمحافظات مصر ولفينا الوطن العربي ورحنا افريقيا، شفنا جماهير نادي الزمالك بالالافات مؤلفه قد ايه، واحنا بنلعب شفنا في الاستاد ال 100,000 ال 100,000 مقفلين الاستاد، حسينا بجماهير نادي الزمالك قد ايه جماهير عظيمه. انا بكلم انها جماهير عظيمه. هنا لما بتيجي تخش انت، هو المستشار او المجلس الاداره، انتوا بتعملوا عشان مين؟ بتعملوا عشان جماهير نادي الزمالك، ان انتوا تسعدوا جماهير نادي الزمالك. فعشان كده انا لما بتكلم، خلينا نتكلم في الصفقات اللي جت للفريق الاول اللي هي الفتره اللي فاتت. ممكن انا في وقت ابقى موفق في صفقات، وممكن في صفقات تيجي حتى لا، لما جيت الزمالك من مقاول الزمالك انا جاي عليا بتاع حوالي 20 30 40 لعيب، لكن ما كانوش موفقين. الكيمياء بتاعتهم، ورغم ان هم لعيبه كويسه قوي، بس الكيمياء بتاعتهم مش ماشيه مع كره الزمالك واسلوب لعب الزمالك. دي نقطه مهمه جدا. فممكن انا يجي لي، لكن انا جبت ساسي، انا جبت طارق حامد، انا جبت بن شرقي، انا جبت لعيبه كبيره دوليه قوي، جابت لي دوري وجابت لي كاس وجابت لي سوبر وكسرنا، وكان فريقنا ده من احسن الفرق اللي كانت موجوده في الوطن العربي كله. قدرت ان انا اجيب، لكن ممكن اجي في وقت يبقى عندي رؤيه في ان انا اجيب لعيبه معينه، بس ممكن ما تمشيش معايا. في لعيب يجي نادي الزمالك يا كابتن جمال ياخد له وقت لحد ما ينسجم، هو نجم فرقته، بس يجي مع عندي ياخد له وقت، وممكن يجي في وقت تكون في صعوبه ان الهارموني او التيم اللي موجود ما يشيلش اللعيب. يعني التيم بتاعنا مثلا على سبيل المثال في التسعينات، اي لعيب كان ممكن يخش التيم ينجح. طب ينجح ليه؟ لان المجموعه اللي كانت موجوده بخبراتها الكبيره وباسمائها الكبيره تشيل اي لعيب ممكن صغير يخش في التيم. وعشنا ده وشفناه، ان احنا جه ورانا جيل في الثاني في الثالث وكلهم نجحوا بعد كده بقوا نجوم. فانا بتكلم في الجزئيه دي مهمه جدا
في ان انت بتعمل تيم قوي. انت دلوقتي بتكلمني على صفقتين ان انت بتجدد ليهم وفي الطريق كمان جاي كتير. انت بتكلمني مثلا على دونجا، انه دونجا ده كان في بيراميدز كان مقصر الدنيا، لكن عندي لا خد وقت كبير، خد وقت كبير دلوقتي بقى هايل. مصطفى شلبي هيبتدي الموسم اللي جاي، ومصطفى شلبي هتلاقي الناس دي مقصره الدنيا وهي اللي بتكسبك الماتشات، هتلاقيهم حاجه تانية. الصبر والاستقرار وان انت بتجيب جهاز فني مثلا اوسوري ده موجود، وان هو عينيه على اللعيب وان هو يفهم كمان اللعيب دوت كمان ويبتدي يشتغل عليه ويطور منه، هتلاقي كمان هم يستوعبوا كمان فكر المدرب ويبتدوا يطبقوه في الملعب. ممكن يجي مدرب على فكره يطور من اداء اللعيبه ينقلهم في حته تانية خالص، وممكن يجي مدرب على فكره يبعد اللعيب عن المستوى ويقعد اللعيب بره وما يلعبش اللعيب، قصه ممكن تاثر على اللعيب.